اهلا بحضراتكم من جديد. ماذا يريدون من الاهلي؟ اللي بكره بينتظر قرعه يترقبها العالم. سفير مصر وافريقيا للعالميه. بكره ان شاء الله تعالى الثلاث الاتحاد الدولي لكرة القدم بيجري قرعة كأس العالم للأندية، البطولة اللي هتحتضنها العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من يوم 4 المقبل إن شاء الله يا باشمهندس. البطولة الأهلي بطل أفريقيا، بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، بالميراس أو سانتوس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، تايجر أونال المكسيكي بطل الكونكا كاف، أولسن هيونداي الكوري، والدحيل القطري بطل دوري الدولة المستضيفة. دي القرعة اللي هتتعمل بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. الدحيل أصله كان هيلاعب أوكلاند. والفايز كان هيخش كام. ولذلك أنا مستغرب على كل اللغط الذي أثير الفترة اللي فاتت، هو مين اللي هيخش مكان أوكلاند؟ هيخش مكان أوكلاند اللي كان هيلاعبهم. اللي هو الدولة المضيفة. الدحيل. طبعًا. يعني بالعقل كده، حتى لو هيستعيدوه بحد من اللي بعد اوكلاند هو اللي كان هيشارك. هيروحوا لقاره ثانيه ياخدوا منها حد. ساعات الناس كده تثير امور في الاعلام يعني لا تتسق حتى، غير انها تبقى عمل اعلامي فقط لدغدغه مشاعر الناس.